الحمل. إذا كنت تتردد في التقدم للأمام خلال الفترة الأخيرة، فيجب أن تعرف السبب. ما الأمر الذي جعلك تتوقف أو تتراجع؟ حان الوقت الآن للتحرر من هذه القيود والمخاوف التي تبعدك عن النجاح والتقدم يا مولود الحمل. الثور. من المحتمل اليوم أن تزداد قدراتك الإبداعية، تبتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك الانفعالات في العمل، وتحرص على استقرارك المهني والتقني. علاقتك العاطفية تسير على ما يرام يا مولود الثور. الجوزاء. تفكر بشكل واضح وعقلاني جداً، وهذا الأمر في غاية الأهمية، ولذلك سينبهر من حولك بأفكارك. إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي يا مولود الجوزاء، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعال في إنجاح بعض الخطط. السرطان. ربما تقوم بصفقات مثمرة بشرط أن تكون طموحاً ومثابراً. الظروف ستمكنك من أن تكون تحت الأضواء يا مولود السرطان. ستمتلك اليوم الكثير من السحر، لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك. الأسد. حاول أن تجتاز فترة التوتر والقلق التي تنتظرك اليوم يا مولود الأسد. ثق في أفعالك وتصرفاتك ولا تتردد عن القيام بأي شيء. من الأفضل أن تتجاهل أي موقف أو أي أمر قد يغضبك. العذراء. تواصلك مع من حولك قد يكون على ما يرام اليوم، ولذلك حاول أن تستغله لصالحك. تقوم بأشياء لم تكن تتجرأ على القيام بها وتنال تقديراً من مديرك يا مولود العذراء. تتحاور مع زملائك في العمل وتناقشهم بطريقة صحيحة. الميزان. السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريح الشريك كثيراً، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية يا مولود الميزان. تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، وتضع على طاولة مديرك حلولاً لقضايا معقدة. العقرب. مواجهة الصعوبات اليوم توفر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً. لا تكن فضولياً وتتدخل في بعض شؤون الحبيب الخاصة، اهتم بشؤونك فقط. مقاومة المغريات لدفعك إلى الإفراط في الطعام أمر إيجابي يسجل لمصلحتك يا مولود العقرب. القوس. تتضح الرؤية أكثر وتنفتح على فرص مهمة، خاصة إذا كنت تعمل ضمن فريق أو إذا كنت تتبنى قضية ما. سعيك الدائم وراء التطور عاطفياً له أكثر من نقطة إيجابية يا مولود القوس، وهذا سيكون موضع ترحيب من قبل الشريك. الجدي. تتقبل كل الظروف وتعرف كيف تتعامل مع الجميع بمساوئهم وحسناتهم دون حساسية أو تعالي عليهم يا مولود الجدي. صحياً ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة يكثر فيها التدخين. الدلو. تشعر بأن أثقال الدنيا فوق كتفيك ولا ترى من حولك كيف يعانون. لا تبالغ بتعبك وإرهاقك يا مولود الدلو. جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، ووقوفك إلى جانب الشريك يزيد إعجابه بك ويعزز الثقة بينكما. الحوت. ربما تتخذ قراراً حاسماً في شأن يخص عملك، وقد تطلب نقل عملك إلى مكان آخر. تدخل في نقاشات صعبة لحل مشكلة معينة. قدرتك على الإقناع فائقة يا مولود الحوت، وهذا من شأنه المساعدة في تبرير الخطوات المقبلة مع الشريك.